السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إعداد خطة لتوزيع مفردات السلتين الغذائية والرعاية الاجتماعية دفعة واحدة. أعلنت وزارة التجارة إعداد خطة لتوزيع مفردات السلتين الغذائية والرعاية الاجتماعية دفعة واحدة، مشيرة إلى تأمين آلاف الأطنان من المواد والسلع الغذائية المختلفة عبر منافذها التسويقية بأسعار مدعومة. وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة طالب حسن نعمة في حوار أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لتأمين مفردات السلتين الغذائية والرعاية الاجتماعية بدفعة واحدة دون تأخير أو نقص في أي مادة، مؤكدا امتلاك وزارته خزين من الحنطة والمواد الغذائية يكفي لستة أشهر. وأكد تأمين وزارته آلاف الأطنان من المواد والسلة الغذائية المختلفة عبر منافذها التسويقية والعجلات الجوالة في مختلف المناطق وبأسعار مدعومة لغرض استقرار أسعار المواد الغذائية وعدم احتكارها قبل ضعاف النفوس في الأسواق المحلية.